GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل الكورس بتاعنا بتاع جملة على منتدانا gfxacademy.net. معاكم أستاذ وليد المعداوي، ونبدأ ندخل في الكنترول بانل ونبدأ نشرح شوية هنا. احنا المرة اللي فاتت كنا دخلنا في نظام ازاي أقسم القسم بتاعي والقسم الفرعي ومنه أقدر أدير المقالات، بس أنا حابب والله أخش في الحتة دي عشان في ناس برضو سألوني ايه الموضوع ده، عشان في ناس غلطت غلطة هنا عايز برضو ابدأ اوضحها، لان انت ممكن توقع الويب سايت كله بطريقة معينة نتيجة ان انت مش عارف تتعامل ازاي مع النقطة دي. هخش على اول قائمة اللي هي لوحة التحكم، وبعدين بضغط ضغطة بلاقي اللوحة اللي انا قدامي دي. تمام، يبقى هناخد كده المنيو دي النهاردة على عجلة بسرعة. اول واحدة بتجيب لك الصفحة الأولانية بتاعت الأدمنستريتور زي ما أنت شايف. الصفحة التانية هي إدارة المستخدمين. إدارة المستخدمين هنا ما فيهاش إلا واحد بس، اللي هو مين؟ أدمنستريتور، اللي هو أنا. أنا عايز أغير القالب عشان أنا حاطط قالب تاني، ومثلا نقول كده عايز بس أعمل تسجيل كأني واحد داخل موقع ولسه بسجل. لوجن فورم معينة، كنت غيرت التايتل فوق هنا وغيرت شوية حاجات. طيب، يبقى أنا عندي هنا لما بخش على أي موقع بيقول لي اليوزر نيم والباسورد. لو أنت مشترك قبل كده بتدخل هنا عادي خالص اليوزر والباس. طب افرض أنا مش مشترك، بخش هنا من سجل الآن، بضغط ضغطة وأقول مثلا وليد، اسم المستخدم برضه هسميه وليد، البريد الإلكتروني مثلا بريدك، كلمة المرور تضغط بتكتبها اللي هتبقى تدخل بيها بعد كده، سجل، لقد تم إنشاء حسابك، رابط التفعيل راح على البريد الإلكتروني بتاعك. طبعا المفروض اللي انت تبقى كاتب البريد الالكتروني صح 100% عشان تقدر تفعل الكلام ده كله. طبعا يعني انت ممكن تتحكم في طريقه التفعيل من جوه الكنترول بانل، بحيث ان انت ممكن تعمل خاصيه دي، الخاصيه ان الموقع اوتوماتيك يبعت رساله تفعيل على الايميل بتاعه، او تشيلها خالص مجرد ما بيحط كل البيانات دي وبيقول اوكي، بيبقى خلاص الموضوع انتهى معاه كانه اشترك على طول. يبقى انا هروح على إدارة المستخدمين، أنا دلوقتي اشتركت في الموقع، بتبص تلاقي في الكنترول بانل وليد أهو، واسم المستخدم وليد، ونشط لا لسه، يبقى أنت هنا ممكن تنشطه وعندك الإيميل بتاعه بالشكل ده. جميل، دي الصلاحيات بتاعته، مجموعة المستخدمين، ده مدير النظام العام اللي هو أنا دلوقتي اللي هو السوبر أدمنستريتور، وبعدين الراجل ده لسه ما تنشطش إلا عن طريق الرابط. أنت ممكن من جوه تروح جاي ضغط ضغطة بتنشطه من عندك من غير بقى تفعيل والكلام ده، يبقى انت قدرت تدير المستخدم ده. عايز اغير صلاحيات المستخدم ده اهو، انا ممكن اغير الاسم خالص مفيش مشكله. لو حبيت واحد مثلا عمل اي تجاوز من قانون الموقع ممكن تغير له الباسورد، او ممكن تخليه غير نشط من بره خالص، حظر المستخدم بالشكل ده من هنا. تمام، ممكن تغير الباسورد. تمام، وممكن تعدل بقى في صلاحيات الراجل ده. الراجل ده مسجل، الراجل ده مسجل عامل واجهة الموقع، يعني بيشوف الموقع عادي كأن اي يوزر عادي خالص. تمام، بالنسبة لعام واجهة الموقع ده التلاتة دول ما يقدرش يخش على الكنترول بانل. عام لواجهة الموقع ما يقدرش يخش على الكنترول بانل اللي احنا فيها دي. يبقى اول حاجه فيها الكلام ده كده، يا مسجل يا مسجل يا كاتب يا محرر يا ناشر. لو مسجل يبقى عادي خالص كانك بتخش اليوزر نيم باسورد، وبعدين لما بتدخلهم بيتفتح لك حاجات او بيشوف حاجات انت ما كنتش شايفها. طب لو كاتب، تمام، لو كاتب تعال نخلي الراجل ده كاتب،
يبقى ممكن من هنا بتخليه كاتب او محرر او ناشر، دي رتب انت بتقسم بيها الناس اللي شغاله معاك على الموقع. تمام؟ طيب لو انت دخلت على عامل لوحه التحكم، ده بقى بيديك صلاحيه ان انت تخش على، لو كتبت ادمنستريتور فوق، تدخل اليوزر ده يدخل على الكنترول بانل، بس طبعا بصلاحيات مختلفه. تمام؟ انت ممكن تجربها لو انت ماشي معانا بالدروس واحده واحده، وجربت وطبقت هتبص تلاقي الموضوع ده واضح قدامك. لو انت قلت المسير ده بيخليه يشوف اقل امكانيات في الكنترول بانل، بحيث ان هو بس يشوف المقالات والكلام ده، يعني يا دوب بس يكتب مقالات. المدير بيبقى عنده موضوع الموديولات، هي اضافات البرمجيه، باين التطبيقات باينه طبعا، مش كله، في شويه حاجات مخفيه طبعا. اللوحه دي اداره المستخدمين دي تبقى مش موجوده لاي حد من دول الا لمدير النظام العام اللي هو سوبر ادمنستريتور، اللي هو مين؟ اللي هو انت المفروض اللي مسطب الموقع. تمام؟ فبلاش دي خالص. تمام؟ يا بتخش يا ده يا ده، دايما تعمل يا ده يا ده. لو انت عايزه تعمل يخش على لوحه التحكم، لو انت مش عايزه يخش على لوحه التحكم خالص، بتخليه اي حاجه من هنا. حظر المستخدم ممكن تحذره من الدخول على الموقع اصلا، ممكن تخليه ما يتلقاش رسائل النظام. هنا تاريخ التسجيل، عندك تاريخ آخر زيارة بتجيبه من هنا بالشكل ده، لما بتكون عايز تعرف هو دخل امتى والكلام ده كله. عامل واجهة الموقع طبعا بتختار عربي، هو عربي اصلا، احنا معربين، بس مش هتفرق يعني، مفيش مشكلة خالص. طبعا انت لو عايزه، لو هو مثلا ليه اي صلاحية من دول اللي هو يكتب مقالات، انت بتختار له الايديتور، وده هنعرف ازاي نسطب اديتور بعد كده من خلال البلجنز والموديولز والكومبوننت، وهنعرف ازاي الكلام ده كويس قوي. بتختار له مثلا ده، تمام؟ لو في اذا هو كان اي واحد من دول، تمام، او اي واحد من دول. المنطقة الزمنية خلاص، ده الزمن ما فيش مشكلة منه، يبقى حفظ. اختر مجموعة أخرى حيث أن مجموعة المحاليل ليس باختيار متاح. هو المفروض كان مسجل حفظ. يبقى أنت كده خليت الراجل ده مسجل، ممكن تغير الإيميل الصح. مفيش مشكلة خالص من جوه. جميل، يبقى ده إدارة المستخدمين. وكل واحد بقى، لو أنت عندك مليون واحد هنا، تقدر تتحكم في كل واحد من دول، تحذره أو تخليه أكسس على الحتة اللي أنت عايزها. عندك إدارة الوسائط الإعلامية، ده كل ما هو خاص بالإيديتنج على الصور، والمانج بتاعة الروت بتاع الصور والكلام ده. طبعا انت هنا ده الروت بتاعك، المفروض انت بتتعامل من هنا كأنك بدل ما تفتح السي بانل، لا هو عامل لك روت افتراضي وفي 4 فولدرات وفي شوية صور بره. لو انت عايز تعمل انشاء مجلد جديد، بتنشئ مجلد جديد اسمه مثلا هينزل في المسار ده، شايف هوم، تدي بابليك اتش تي ام ال، ده طبعا ابتداء السيرفر، وبعدين ايمجز، وبعدين تروح جاي جوه الايمجز قايل له مثلا كلاينتس. تمام، تقول له انشاء، بيحمل معاك وبيروح عامل لك مين اهي كلاينتس، تفتحه كليكايه واحده فيه، وبعدين تبدا ترفع فيه الصور اللي انت عايزها. جميل، طب انا هرفع مثلا هرفع اللوجو ده، اخترته وده اسمه، اقول ابدا الرفع داخل الفولدر بتاعي، يبقى نزل لي اهو بالشكل ده. جميل، عايز تشيله خالص يبقى من هنا، عايز تعلم عليه يبقى من هنا. ده بس بتدير منه الملفات بتاعتك، بحيث ان انت عايز مثلا تعمل فولدر فيه كل الايمجز خاصه بكورس معين، او بالنسبه لي انا يعني، او مثلا انت بالنسبه لاي موضوع تعمل له فولدر معين مثلا، او تعمل اي حاجه زي ما انت عايز بقى، دي بتاعتك انت. تمام، يبقى عندك هنا ممكن برضو تخش من هنا على الفولدرات، ممكن نمط العرض المفصل، بخش لك بقى على حتة حتة يعني بالشكل ده. هو بس هو ما هو إلا طريقة العرض تانية، أهو الفولدرات أهي والفايلز أهي. تمام، طيب خلصنا دي، نخش بقى على
الحتة اللي انا خايف منها دايما وبقول للناس لو انت مش عارف فيها حاجة ابعد عنها خالص، الاعدادات العامة. عندك الاعدادات العامة هنا بتدير الموقع بتاعك زي ما انت عايز. اولا انت ممكن تقفل الموقع خالص، تمام، واللي لما تقفله هنا بيقول لك الموقع مغلق نعم او لا، فانا قلت له نعم يبقى هنا كده هقفل الموقع. وممكن تكتب هنا رسالة، اي رسالة زي ما انت عايز تظهر للناس في وش في وشه اول ما، او في خلقته يعني اول ما يخش على الموقع بتاعك. مثلا هقول له الموقع مغلق يا حبوب، زورنا مرة تانية وبس. اوكي طيب، هعمل تنفيذ جميل، واجي هخش على الرابط الاساسي واضغط ضغطة، بلاقي اتقفل في مين؟ في خلقتي زي ما انا شايف. طبعا اللوجو ده ممكن نغيره مفيش مشكلة، بشوف الروت بتاع ال copy image URL، بعدين باجي كده بضغط ضغطة بلاقي الكوبي الايمج يو ار ال بتاعك هي موجوده في الايمجز في جمله، وده اسمها. تختار اي صوره تانية او بتعملها بناء على السايت بتاعك، وبتبدا تديها نفس الاسم جميل وبنفس الامتداد بتاعها جي بي جي، وبعدين تنزلها في الروت ده هتظهر لك هنا كانك السايت ايه يعني باسمه او اللوجو بتاعه. طبعا اسم السايت ده تمام، هنا الموقع مغلق يا حبوب زورنا مرة تانية. نفتح بقى عشان الناس ما تحدفناش بالطوب. جميل، هنا اسم الموقع هيكون ايه؟ مثلا الموقع مثلا الموقع الرسمي التجريبي لكورس جملة واحد ونص. جميل، طيب جميل، وتختار المحرر. وانا كنت قايل قبل كده ان احنا ممكن نعمل محررات او نضيف محررات اقصد، وتبدأ تختارها من هنا. هقول المحرر اللي عندي اللي هو الاساسي ده مفيش مشكلة منه هختاره، سيبك من الكلام ده كله، البريد الالكتروني للكاتب سيبك من الكلام ده. ده بقى يعني بيقول لك يعني لو اي حد راسلك هيرسل لك فين عن طريق الموقع، هيتستقبل انت او انت هترسل له فين، هيستقبل على البريد الالكتروني بتاع الكاتب ولا على باسم السايت نيم، تمام. فانت الافتراضي بتاعك اسم البريد الالكتروني للكاتب. الوصف العام للموقع، لو انا جيت مثلا على جوجل وجيت قلت مثلا المصرية، شايف هنا اللينك اللي فوق ده، ده اللينك اللي رايح للموقع بتاعي، وبعدين هنا ده الديسكريبشن او الوصف بتاع الموقع. لازم بتلاقي كل صفحة من دول او كل موقع لازم بتلاقي له ديسكريبشن، هو ده الديسكريبشن اللي انت هتكتبه دلوقتي داخل الموقع بتاعك الخاص بيك انت. الوصف العام للموقع هقول مثلا موقع مثلا مختص للدراسة عن بعد لكورس جملة واحد ونص من جي اف اكس اكاديمي. الكلمات المفتاحية بقى للموقع، أي حد يكتب إيه يظهر له الموقع بتاعك، تمام. كل واحدة من دول بيفصلها علامة فاصلة، كويس. فأنا ممكن أكتب مثلا جي اف اكس بالعربي أو بالإنجليزي، خد بالك أنت بقى خليك واد يعني مصحصح وصايع زي ما بيقولوا شوية. صايع إزاي؟ أنت لما تكتب، إحنا عندنا العرب، أنت بترجم بالتارجت العرب صح؟ يبقى أنت كده هتكتب مثلا اسم الموقع بتاعك وليكن جي اف اكس وبعدين كوما،
وتيجي تعمل تحول الكيبورد بتاعتك لعربي وبعدين تكتب جي اف اكس تاني، شايف طالعه عامله ازاي؟ وبعدين تحول وبعدين كوما. انت كده بتعمل ايه؟ بتقول له والله انا دلوقتي لما بحط مثلا اي اسم على جوجل وفرضت ان انا ناسي ان انا محول الكيبورد بتاعتي لعربي او الانجليزي، فجاي اكتب مثلا جي اف اكس كده، بتبص لايه؟ هو جاب لك ايه؟ التخمين بتاعه. فانت كده سواء كتب صح او غلط بدأ يجيب لك الويب سايت بتاعك برضو. لو ضغطت كده تبص تلاقي جابه لك، تمام؟ فسواء انت بتحاصر او بتجيب زبون او بتخلي محركات البحث تلاقيك، سواء هو غلط كتب بالعربي او صح، او كتب صح بالانجليزي، هيظهر برضو، مفيش مشكلة. وفي ناس بتاخد الموضوع ده في الريت عالي قوي بالطريقة دي، والكلام ده كله موجود في كورس جملة المدفوع باحترافية جامدة جدا، موضوع التسويق ده والمحركات البحثية والحاجات دي كلها. طيب هقول مثلا جملة وبعدين جملة، شايف بالشكل ده ازاي؟ وبعدين كده هقول له مثلا يعني جملة كورس، بس كفاية كده خلاص. اكتب بقى زي ما انت عايز ان شاء الله 100 كلمة بحثية، ما فيش مشكلة خالص. بس خد بالك الموضوع ده ليه دراسة وليه تحليل، يا ريت تبقى فاهم كويس انت بتعمل ايه، تمام؟ عشان ما يدخلكش في حتة تانية. اظهار العنوان الزمني، اظهار البيانات الوصفية، كل ده مفيش مشكلة. الحتة دي بقى خد بالك منها كويس جدا جدا جدا، المنطقة دي انا بخاف منها خالص. ما تلمسش المنطقة دي الا اذا عملت حاجة واحدة، تخش على السيرفر. تعال نخش على السيرفر ونخش على السي بانل عشان اوريك هتعمل ايه دلوقتي. انا هجيب الباسورد، دخلت اليوزر نيم والباسورد بتاع السي بانل بتاع الموقع بتاعي، وابدا اخش على الروت بتاع الويب سايت من فايل مانجر جو. جميل، فتح لي الروت بالشكل ده. بخش على، بعمل سكرول كده على ملف اسمه اتش اكسس، اتش تي اكسس. خد بالك من الملف ده، الملف ده اوعى تعمل الخواص دي الا لما تشتغل فيه. يعني بص، يعني انا دلوقتي تفعيل نظام الروابط القصيره الصديقه لمحركات البحث، يعني بدل ما انا مثلا اخش كده الاقي عنوان كبير خالص واكواد غريبه كده وبتاع وكلام، لا مش هتلاقي كل ده، هتلاقي كل ده انتهى، تمام؟ فانا ممكن اروح جاي عامل كده تنفيذ، مش هيقول لي لا، هاجي اضغط كده ضغطه مثلا اطلع خالص، اخش اقرا المزيد. بص هنا، شايف ايه اللي حاصل؟ بدأ يختصر لك خالص مين؟ العنوان، بدل ما هو اكواد غريبة، لا ده كاتب لك مين؟ كاتب لك عنوان المقال. كده بيأرشف كويس قوي بمحركات البحث، كاتب لك اسم القسم وبعدين المقال ورقمه بالشكل ده، يبقى كده خاصية جميلة جدا. خد بالك من دي بقى اللي تحت دي،
دي ما تشتغلش فيها الا لما تكون فاهم انت بتعمل ايه، سواء دي او دي. لازم تروح جاي كده على ملف الاتش اكسس، تروح قايل له رينيم، كليك يمين رينيم بالشكل ده، وتروح جاي قبل الاتش اكسس حاطط نقطة، نقطة دوت، تمام، بالشكل ده، وتقول له رينيم فايل. يبقى انت كده في الامان. لو انت عملت اي حاجة من دول مش هيقول لك لا ولا هيوقع لك الويب سايت، غير كده هتبص تلاقي الويب سايت بتاعك وقع كله، مش هتعرف ترجعه الا لو انت، يعني هنخش بقى في حتة تانية، ممكن كل حاجة ليها حل، بس يعني بلاش عشان بس ما يحصلش مشكلة معاك. يبقى انا كده هخش بقى على دي، راح جاي اضافة لاحقة الى عنوان الموقع اللي هي هيضيفها لك هنا، هيكتبها لك دوت HTML، بدل ما هو اي بي اتش بي هيخليه HTML، تمام. اقول تنفيذ، راح جاي انتر، ارجع تاني من الاول، خش هنا كتب لك دوت HTML. جميل. انا دلوقتي عايز اشيل اندكس دوت بي اتش بي، عايزها كده على طول، يبقى عنوان بالشكل ده على طول، تمام. والله دي يعني بصراحة، يعني في جملة واحد ونص متعبة شوية، دي في جملة واحد ونص متعبة شوية. هو غير منطقي ان تبقى اندكس دوت بي اتش بي وبعدين اخر حاجة دوت اتش تي ام ال، هي غير منطقية، فانا عايز اشيل دي خالص. فهو المفروض اللي انا بروح جاي ضغط هنا واقول بص هنا، لو انت جيت كده بقول لك خد بالك ان ده بالذات مستخدم الاباتشي اللي هو السيرفر اللي احنا عليه، اللي هو الاباتشي اللينكس. اعد تسميه ملف اتش اكسس الى اتش اكسس دوت، او اللي هي دي مكتوبه بالعكس، يعني هي دوت اتش تي اكسس. قبل التفعيل ستجد هذا الملف في المسار الرئيسي الذي قمت فيه بتثبيت جمله، اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي. طيب انا عملت كده، اروح جاي اعمل تنفيذ، جاي على الروت الاساسي، اروح ضغط ضغطه، لو دخلت بقى كده اقرا، بص الاقي الويب سايت وقع معايا. ليه؟ بس هنا شال لي الاندكس دوت بي اتش بي. جميل. هي ليها لفه كده شويه، بلاش تخش في دي خالص، خليها مش مشكله، مفيش مشكله، ومش عايز تحط دي ما تحطهاش، مفيش اي مشكله خالص. فخلينا في الامان، طالما انت مش عارف تشتغل في ملف الكونفج لسه، فاحنا هنخلينا بالشكل ده كويس قوي، مفيش مشكله، نتيجه مش وحشه يعني. جميل. طيب هنخش على النظام، ما تلعبش في اي حاجه من دي، بس خليك اعمل تفعيل خدمات الشبكه، ده بتسرع الويب سايت شويه. جميل. كل ده السماح بتسجيل مستخدمين جدد، ممكن تقفل التسجيل خالص، حد يسجل نهائي على الموقع. ممكن التسجيل يبقى كله كاتب او محرر او ناشر، لو انت عامل ويب سايت خاص يعني مقفول على جروب معين. تفعيل حساب مستخدم جديد، ده لو انت عايز زي ما حصل في الاول وعملت تسجيل باليوزر نيم والباسورد بتاعتك والبيانات بتاعتك، ويروح لك لينك التفعيل على البريد الالكتروني بتاعك او الايميل بتاعك، انت مش عايز لينك التفعيل ده خلاص، اي حد بيدخل بياناته وبيقول سجل سجل، انتهى الموضوع، تمام. يبقى انا هخليها امتدادات القانونية، انواع الملفات، انواع الملفات اللي داخل الموقع بتكتبها له هنا، هو انا كاتبها لك، مش سايب لك حاجة تقريبا يعني من انواع الملفات. جميل. حجم الاقصى للرفع الصورة مثلا، لو انت عايز ترفع صورة، عايز ترفع فلاشة او فيديو، هنا بيديك حجم كبير، ممكن تزوده صفرين كمان. ممكن تغير الفولدر اللي احنا عملناه من فوق من إدارة الوسائل الإعلامية، بدل ما يبقى الفولدر الرئيسي الايمجز، ممكن تسمي واحد تاني، طبعا بتكريته مع الروت هناك، وبعدين بتحط اسمه وبتخليه بتقسمه بقى زي ما انت، او زي ما انت عايز تحط له جوه سب فولدرز او كده يعني. تقييد الرفع، لو عايز انت عايز تأيد الرفع شوية، الناس بترفع وبتاع والكلام ده، عايز ما تخليهمش يرفعوا، بتروح قايل لأ لا او عندك هنا الكاتب، سيبك من الكلام ده، المهم عايزين نقول تفعيل واجهة الفلاش، الرفع بالفلاش، لو انت عايز ترفع ملفات فلاش قول له نعم كويس.
تشخيص كل ده مفيش مشكلة فيه. مدة الدورة لو انت قعدت اعدادات الدورة دي او السيزون، لو انت قعدت سايب الكنترول بانل ما تشتغلش عليها خالص، قمت تجيب حاجة مثلا وسبتها 15 دقيقة بيطلعك لوج اوت. انا عن نفسي دايما بعملها 30 دقيقة مثلا، تمام؟ ما تلعبش في اي حاجة من دول. جميل، تخش على الخادم وتعمل ضغط الصفحات باستخدام الجي زايب، تمام؟ ده بيسرع لك الموقع بتاعك، بيخليه يحمل اسرع. اوعى تعمل دي خالص، اوعى تعمل دي خالص، ان الاس اس ال دي المفروض يبقى موقعك سكيور، يبقى بدل طبعا احنا عارفين دبليو اتش، هنقول اتش تي تي بي باك سلاش دب 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 دوت، ده المفروض ان ده الموقع العادي. انما المواقع السكيور اتش تي تي بي اس بتبقى كده بالشكل ده. ده لو مواقع سيكيور، لو انت بتشتري حاجه بالفيزا كارت بتاعتك او حاجه او بنوك الكترونيه بتلاقي اس يبقى سيكيور. ده ما تعملوش ليه؟ لان انت بكل بساطه لو عملت الويب سايت هيقع بتاعك، يبقى خد بالك من الحاجات التريكات دي، تمام؟ يبقى اجبار دي اوعى تعملها خالص. سيبك من الكلام ده كله، تفعيل الاف تي بي عايز تفعله ما فيش مشكله، عندك البيانات الاف تي بي بتاعتك، مش عايز تفعله خلاص. الكلام ده كله طبعا دي بيانات الداتابيز، ما تجيش ناحيتها خالص. ده العنوان المرسل اللي هيرسلوك عليه او اللي انت هترسلهم ويظهر لهم الايميل ده، تمام؟ المفروض يبقى انفو مثلا ات الويب سايت بتاعك، وهنا اسم المرسل هيكون ايه؟ اسمه الموقع الرسمي للتدريب عن بعد او اسم الويب سايت بتاعك. عايز تغيره غيره مفيش مشكلة، بس غيره بطريقة تنفع الموقع بتاعك بطريقة كويسة يعني. خلاص كل ده ما تجيش ناحيته، اقول له حفظ. انا حبيت بس في المحاضره دي انوه على الحته دي، لان في ناس كتير جدا بتغلط تبدأ تعاملها مع جمله وبتلعب في الاعداد وتبص تلاقي الويب سايت وقع ومش عارف يرجعه، فاخد بالك من الطريقه دي. شرحنا في المحاضره القايمه دي، وان شاء الله المره الجايه كل اللي ما سمعش عن جي اف اكس اكاديمي، الفن والمهاره القدره والابداع، جي اف اكس اكاديمي الفكر والابداع، عندنا افلام كرتون وكمان جرافيكس في الكود، ده غير شغل الانيميشن بيوصل المضمون. جي اف اكس اكاديمي دوت نت، كيان متكامل بيوصل الرساله، كيان متكامل بيوصل الرساله، وتعرف عنه انه دايما في الصداره، وتعرف عنه انه دايما في الصداره. جي اف اكس هنا وشغل الميديا عندنا عشان شغلنا، اتطورنا في فكرنا وعندنا الجودة عالمية، اعمالنا خيالية، الافكار دي فنية، المنتجات حصرية. لو عاوز توصل لنا وهو ده المتوقع، يلا افتح النت ودور على الموقع.